هو محل الخلاف مو على الجناح، مو على عدد المستفيدين من كل مكونات الشعب العراقي. يعني نقطة الخلاف الأساسية الجوهرية، من هو الإرهابي وكيف يميز هذا الإرهابي؟ أنت تعرف لي. أنا أقول لك، أنا أقول لك لا لا بس حتى لا لا أسمع. القانون معرفة. لا أنت شو من تعريفه؟ القانون معرفة. أنا أعتمد على تعريف القانون. اللي انتمى إلى داعش، واللي ساعد داعش، واللي ساهم في ارتكاب الجرائم ضد العراقيين، واللي حارب القوات المسلحة العراقية، يعني قال لك كذاب. أنا وياك ما يخالف. كذاب. عيد المحاكمات. من هو المخبر السري؟ خلنا نعرف. خلينا نفتح الملفات. خلنا نعرف هاي العموميات حتى نصل إلى جواب حقيقي. من هو المخبر السري؟ شخص لو جهة. شخص لو جهة، يعني أنا أروح أسأل القوة السياسية للقوة الأمنية وأقولهم يابا عفواً أستاذ وائل، أقولهم أستاذ وائل أنا عندي إشكالية، تجي القوة الأمنية رأساً تشيلها هاي هي هيك قبل، ما هذا مو صحيح. لا 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 اسمح لي اسمح لي. المخبر السري مو شخص، المخبر السري عفواً أستاذ وائل أنا بس أسمعكم هذا الموضوع. المخبر السري مو بس أنا مثلاً عندي غضاضة ويا أستاذ كامل وأقول له يابا شيلوه، مو هيك، مو هذا الأساس، هذا طعن القوات الأمنية، لا مو صحيح.